أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول في رسالتها: ما حكم عضل المرأة في شريعتنا الإسلامية؟ وهل للمرأة أن تذهب إلى القاضي ليزوجها من كفر؟ عضل المرأة هو منعها من الزواج لمن رضيت به، لمن رضيت به من أهل الدين وأهل الاستقامة. العضل هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، بكفء في دينه، في عقله، في أمانته، رضيت به، هذا هو العضل. إذا منعها منه فقد عضله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان يمنعها من الزواج بكفء رضيت به فإنه عاضل، وتسقط ولايته عليها، تراجع القاضي لأجل أن ينقل الولاية منه إلى ولي آخر من أقاربه لإزالة الضرر عنها. قد يكون بعض الأولياء يعضل الزوجة لأنها موظفة من أجل أن يستثمرها ويأخذها، هذا ظلم، هذا ظلم من ناحيتين: أولا أنه عضل لها ومنع لها من الزواج وتعطيل للزواج، هذا فيه مضرة عليها كبيرة، وثانيا أنه يأخذ مالها بغير حق، يستثمرها. نعم، للوالد أن يأخذ من مال ولده، لكن ما لا يضره هذا يضرها. نعم.